يا مرحبا يا مرحبا شيخ عشري. مرحبا بيك يا شيخ العرب. تفضل. مرحبا مرحبا. بلغنا شرفكم ونسبكم الشريف يا شريف. هذا من أدبكم العالي. وانتو كيفنا من نسب النبي الزين عليه الصلاة والسلام. وبلغكم نهب الحجاج وترويعهم في الطريق اللي هيمر جنب بيوتكم. بلغنا بالأسى والحزن يا شيخ العرب. وإيه كان منكم يا شيخ عشري؟ مناش الصرفة والحكم يا شيخ العرب. والجلع حط 10 مماليك على طريق سكارة قاعدين في خيامهم، لا ليهم دعوة بحجاج ولا بقطاع طرق، ياخدوا بس منا الأتاوة وخلاص. وبلغنا أنهم هيقسموا نهيب الحجاج مع قطاع طرق. أنت الأمير يا شيخ عشري ولولادك من بعدك. أنا؟ أيوة يا شيخ عشري، وبأمر من أنا الفقير همام والد يوسف أحمد الهواري، ومفيش مملوك له حكم عليك، وكل حج طالع من بيته لبيت ربنا في ضمانتك انت. قلت ايه؟ والله هذا شرف كبير ورد الشرف عيبه، لكن الكلمه مش ليه صح. هتقول في عقل بالك همام والد يوسف احمد ما يملكش يخليني امير، والحكم ليهم هناك في القلعه، لكن انا اقول لك لا، مدام ما قدروش يحموها وقصروا في حق حجاج بيت ربنا والحجاج لجأوا لياني، يبقى انا اللي احكم، وانا خليتك امير على القصير. على خير يا شيخ العرب، ويعلم ربنا اني تمنيتها من زمان. والمماليك ما تشوفهمش عندك واصل. كيف يا شيخ العرب؟ عندي شغلانت انا. شوف انت ايه طلباتك ودونها، غذاء سلاح كل اللي انت عاوزه انا متكفل، وعاوز منك طلب كمان. رقبتي لك سدادة يا شيخ العرب. تعمل للحجاج وعلى حسابي استراحة على الطريق فيها الوكل والشرب، عشان الحجاج ما يروحوش يحجوا وهم خايفين، يلاقوا في طريقهم الأمان والراحة يا شيخ عشري. عليك الأمر ومن الطاعة يا شيخ العرب. شرفت يا شيخ عشري، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. خطر كبير يا همام. وإيه الخطر دي؟ مالك ومال طريق البحر الأحمر والقصير؟ في حكاية طريق ولا حكاية حجاج بيت ربنا؟ همام عينك وسط البحر الأحمر، مش حكاية حجاج. والله لو هم حامينها أنا كنت سكت، وبرضو حكاية حجاج، الناس راح تحج ولا راح تتقتل كده. أنت رحت مشرق قوي يا أبو عم. طول ما احنا في الدنيا نشرق ونغرب لحد ما نعرف مطرح رجلينا فين. ليلى ما كفاياها كده وترجع. كفايه ليه؟ اتغربت، خليها مع عمتها وادي اليمن، هم يصلوا بعض. شو لحم أصلي على النبي الزين، ربي خلقني وقص لساني، أنا بمدح النبي الزين محمد حبيب الحبايب. الله 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 الله. اطلق صدرك يا همام وهيرجع لك، اطلق صقرك خليه يرقص. اقعد يا شيخ سلام اقعد. اطلق عشان خاطرك يا شيخ سلام، اطلق الصقر يا زردور وخليك وراه. ايوه كده، لو هيحبك هيرجع لك.
اتقضيت. اهلا يا بيه، عمام يعدي السيوش من مماليك وغوارة ومسكونا السيوف والغدارات وفي حالة تدريب متواصل. أنا مهمتي كما وعدت عليكم عدد ما عرفت ما يملكون من غدارات وسيوف، خادمكم شولة مليح مليح جاوي يا شيخ سلام. انتاج أمرك يا شيخ العرب، تقلبوا البلد عليها وفيها، جيبوا كل غريب عنها عنده حمام. ما لقيناش غير الدرويش ده يا شيخ العرب، ولقينا عنده قفص الحمام ده. من فين يا عم الدرويش؟ من بلاد الله وعلى بلاد الله، ضيوف ساعات ومشيين، شوية فوق الأرض والباقي تحتيها. آه يا حي يا قيوم. وهتعمل ايه بالحمام ده؟ الحمام بيسبح ربنا اللي خلقه وانا بسبح معاه، لما بسمع زومه وهو بيسبح ببكي قلبه رقيق. الله اكبر، القلب الرقيق نعمه. قول لي يا عم درويش، هتعرف تقرا وتكتب؟ العلم مش في القرايه ولا في الكتابه، اللي تيجي ربنا ربنا يعلمه. يعني ما تعرفش تكتب؟ لا. الحمام ده حمامك يا زرزور صح؟ صح يا شيخ العرب. يبقى الراجل ده سرق الحمام منك، اللي يسرق نعمله فيه ايه؟ طب قطع يده يا شيخ العرب. وانت ما تعرفش تكتب، يعني يدك دي ملهاش عايز عندك. اقطع يده يا شيخ اسماعيل. بسم الله. وفرط يده يا مساعد. الحمد لله الحمد لله، طلبت من ربنا اللي خلقني يعلمني الكتابه وعلمها لي. يبقى استلف الحمام يا زنزور، ما سرقهوش. صح يا شيخ العرب، استلفه. مدد 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 مدد. بص يا عم الدرويش، هتكتب ورقه صغيره قد كده وتربطها في رجل حمام من الحمامه. كتب يبقى لسه ليك انفاس، ما تكتبش يبقى يدي ولسان. اكتب ايه؟ هتكتب لسيدك علي بيه، تقول له ان شيخ العرب همام ورجاله مشغولين في فلاحة الارض وما عندهمش لا غدارات ولا سيوف. وانا مالي يا خلق ومالي سيوف والغدارات؟ الدنيا هي الغداره والاخره هي الدار. يا حي يا جبار. لسان ويدي يا شيخ اسماعيل. بسم الله. قول من تالي، قول من تالي يا ابوي وانا اكتب. ما اقولش كلامي مرتين. تضمن لي الحياه. اللي خلقها هو اللي يضمنها بس، والدنيا غداره. اكتب. حاضر. سيدي علي بيك، اعرفك ان شيخ العرب همام ورجاله مشغولون بفلاحه الارض، ولا يوجد لديهم نيه للتسليح ولا سيوف ولا غدارات. طير فرد الحمام يا زرزور. دلوقتي قلعنا توب الدروشة، أعرف مين جداني. أنا تاجر من المحروسة اسمي شولح، بعتني سيدي علي بيه عشان أعرف التسليح اللي عندكم، بس زي ما ضللته دلوقتي أنا ممكن أضلله تاني. أنا في خدمتكم شولح، في الخدمة. مليح يا شولح مليح. انت كده خاين صرف، وانا الخاين محبهوش. خاين وجاسوس وعامل نفسك درويش، يعني ثلاث جرائم يا شولح. اكتب يا بولس ورقة تانية وجهز فرد حمام تاني يا زرزور. من شيخ العرب همام والد يوسف احمد الى المجهول، لما لقينا في زماننا ساحر لابس لبس
الدراويش وفتن البلاد والعباد، وعرفنا انه يرسل حمام الى مجهول ما نعرفوش. قلنا نعلم المجهول ان ربنا اراها الصعيد من شر البعيد، وقلنا يرجع الحمام لاصحابه لانه ربما يكون مسروق منهم. اما امر الساحر فقد اراد القدير موته تحت رجلين تيران الحصيد لانها سلاحنا الوحيد. والسلام. انا في عرضك يا شيخ العرب همام، ابوس ايدك. انا اعرف معلومات مهمه عن علي بيه وابو الدهب، ممكن اعرفها لكم. انا اعرف كتير. نعرف منه الاول يا شيخ العرب. ما عاوزينش منه حاجه، خدوا شعرايا من دجنه وحطوها في الجواب عشان يعرفوا المرسال. خدوه. لا، رجلين التيران لا، شعرها ما تحطش تحت رجلين التيران.